عباد الله، ها هم اليهود الذين لم يتغيروا ولم يتبدلوا على مر التاريخ، بالرغم من أن المسلمين قد مدوا إليهم يد التفاوض، ومدوا إليهم يد التعاقد، ومدوا إليهم يد السلم والاتفاق، إلا أنهم دائما نقضت العهود كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، وكما حدثتنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم اليهود يكشرون عن أنيابهم كلما سنحت لهم الفرصة، يعيثون في الأرض فسادا، يفتنون عباد الله، يطغون في أرض الله تبارك وتعالى، يحيكون المؤامرات ويدبرون المخططات، لا يسعون أبدا إلا لمصلحتهم. فإن جنحوا للسلم فإنما يجنحون لأن لهم في هذا السلم مصلحة، ولا يراعون في سلمهم وفي معاهداتهم وفي اتفاقياتهم أي مصلحة لغيرهم. وإذا جنحوا للحرب فإنما أيضا يجنحون إلى هذا الخيار لأن فيه مصلحتهم. فمن صفات اليهود، ولا أدعي أنني أستطيع أن أأتي على جميع هذه الصفات الحقيرة، ولكن حسبنا أن نذكر بعض هذه الصفات التي ذكرنا الله تبارك وتعالى بها كي نعلم من هو عدونا. إنهم كذبوا الأنبياء، إنهم عادوا الأنبياء، إنهم حاربوا الأنبياء، إنهم قتلوا الأنبياء. فهؤلاء الذين نتعامل معهم هم الذين قتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى، هم الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أي فرصة وفي كل لحظة كانت تسنح لهم، كانوا يسعون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم عباد الله أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن صفاتهم الخسيسة أنهم نقضة للعهود والمواثيق والاتفاقيات. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم يهود، وهذه شهادة الله تبارك وتعالى فيهم. دائما يتولون، ودائما ينقضون، ودائما يحاربون، ودائما يفسدون، ودائما يخططون، ودائما يتآمرون على البشرية ليس على المسلمين فقط. قال أهل التفسير: لأن هذا الجنس من البشر، وهذه الشريحة من الخلق، شريحة اليهود، تستمر فيهم هذه الجينات الخبيثة وهذه الصفات اللعينة المستقذرة، يتناقلونها والعياذ بالله من جيل إلى جيل، ويتوارثونها كابرا عن كابر. لذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى بركان من أسلافهم. وهذا من أكبر الأدلة على أنهم والعياذ بالله خلق فاسد من خلق الله تبارك وتعالى.
خلق فاسد من خلق الله تبارك وتعالى لا يمكنه للبشرية أبدا أن تتعايش معه. لذلك يا إخواني حتى أوروبا وحتى أمريكا وحتى 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 إنهم لفظوهم عن بكرة أبيهم. لفظوهم لفظوا اليهود عن بكرة أبيهم وألقوهم إلى بلاد العرب والمسلمين. ليس محبة فيهم وإنما خلاصا خلاصا من إفسادهم وطغيانهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام ولأهل لا إله إلا الله هم اليهود بشهادة الله. وفي هذه الآية إشارة إلى استمرار الصراع بين المسلمين وبين هؤلاء إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الدنيا وما عليها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المسلمين يتقاتلون مع اليهود حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر. وهذا أيضا من صفاتهم أنهم جبناء فيهم خور وفيهم ذلة. فرصة لنا أن نعيد بلادنا وأن نعيد مقدساتنا وأن نأخذ ونسترد ما سلب منا وأن نشفي غليل صدورنا من أعدائنا. تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. لفت سمعتها من بعض العلماء أن اليهود لما وصل طغيانهم ونال الأحجار والأشجار فإن الأحجار والأشجار تشهد عليهم وتدل على مكانهم. مش بس يا أخواننا طغيان اليهود بلغ إلى البشرية بل ونال الجمادات وجميع الكائنات حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله.